هذه الآليات تهيئ الأرض لإنشاء أول مصنع إسمنت استثماري إسباني في الموصل. المشروع تبلغ كلفته أكثر من 200 مليون دولار بفترة إنجاز تصل إلى عامين. سينتج 4000 طن من الإسمنت يوميا، بينها أنواع تصنع للمرة الأولى في العراق. احنا عندنا نية نبني مجمع انشائي من الكربستون والسيراميك والبورسلين حتى يعني شلون تقول يساعدون في عملية إعادة البناء في مدينة الموصل. 14 لينياس ان توتال. شركات أوروبية أخرى تسعى للاستثمار في إنشاء مشاريع صناعية بحسب ما يقول وزير الصناعة. اليوم العراق بأمس الحاجة إلى أن تنظر إليه العالم من دار الاستقرار. هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في محافظة نينوى. هنالك رغبة كبيرة من الاتحاد الأوروبي للدخول في العراق وخصوصا في نينوى. اليوم الشركات الفرنسية تتسابق للدخول إلى الموصل. ومن المتوقع أن توفر المشاريع الاستثمارية بعد أن تبصر النور فرص عمل لآلاف المهندسين والعمال في محافظة نينوى. المشاريع الاستثمارية القصيرة والطويلة الأمد قد تكون الحل الأمثل للحكومة العراقية لتوفير فرص عمل لجيوش العاطلين عن العمل ودعم الإنتاج المحلي، لكن على أن تتجاوز البيروقراطية والفساد. من الموصل محمد سالم، يو تي في.